حكايتي مع بسمة فرحات، قناة الحكايات الواقعية، الروايات والقصص العاطفية. شاركوها معنا ناس وثقوا فينا وحبوا أنهم يشوفوها على شكل قصص مصورة. كنتمنى أن القصص نال إعجابكم وأنها ترضيكم. ما تنسوا دعموا القناة باللايك بالإشتراك وبالبارتاج، ودمتم في أمان الله وحفظه. شكرا على المتابعة. طلعت عيني على القطبة قصاهي في الغرفة. نوار يحيى، أنا ما غاديش نقول لك تخلص من هاد الشي، ولكن هاد الشي راه ما كيزيد غير اسمك. يحيى ضحك بلا مبالاة. لو وقع وقع دابا قد حاجة كنحس بها. حسات مناقصة في قلبها بسبب كلامه. دورات وعندها من شدة اللي في تريكو بقى شادة فيه. تلقاو عينيهم. يحيى، شوف فيا وسمع مني. أنا راه عارفة بلي هاد الشي غير ما كيزيد كيفكرك في الماضي. هادشي قلتيها ماضي وداز، وهذا الماضي كان هو احسن فتره في حياتي. شفت بلي لا جدوى من الكلام معاه، اصلا بادرته غير كيزيد كيأسمها، ويا فضل اللحظه ما تنكرش انها اسعد وحده. يحيى، خاصني نمشي دابا، بابا غادي يتخلى عليا. ويلا واخا، اجيب الكونتاكت ونمشيو. وصلها حتى لقدام العماره، هبطات لاول مره غتهبط فرحانه، خصوصا انه من بعد هاد المره خدا نمرة ديال التليفون ديالها. وهي ديك الليله كيف شي مراهقه كتنتظر الاتصال ديالو، ولكن للاسف ما اتصلش. مات في الصباح شفت في المرايا، ولات فعلا عيني كوح الملعبش مزيان بعد روتيني الصباحي، قولوا اليومي حيت تاز عندي يوم ممل. قررت نبكي حيت ما شفتوش ولا اتصل بيا. كنحس بحالي كيديرها بالعاني باش يخليني تابعه انا باش نتصل بيه. قدشيني بحال كنفطر راسي عليه، وفعلا شكون انا بالنسبه ليه؟ شكون انا باش يجي يشوفني كل نهار؟ انا والو بالنسبه ليه. يمكن كثره الاحلام ديالي خلوني نفكر فيها كديما. هذا يوم جديد. بعد ما هبطت يلا غير كيف طوموبيلتي، حتى كنشوف الاتصال ديالو بحالي شي حاجه روتيني. بعد صيام نوار، الو. يحيى ضحك بعفويه قلبي الصغير لا يتحمل، وضحكت على التليفون بالخفه الرجوليه، خلت الفراشات ديال قلبي كينقزو من جديد. الاتصالات خدام معاك نوارها. يحيى، عادك الفطور في كافي كنتسناك. قطعه خلاني بقى دايره ودني على التليفون. رجعت شفت التليفون ودرت عاوتاني على ودني. واش عرضني الفطور ولا غير كنتوهم؟ دارت ديك الابتسامه ديال الطفله اللي غتمشي اول مره للمدرسه. حركت الكونتاكت وكسرت نيشان لعند سارق القلوب. كيف وصلت بلاصيت وعبد الدايره عقلي زعما ندير فهمت بزاف. صدق شكون خلاك ولا كيعشق كيبقى له شي بريستيج؟ شفتو جالس تليفون بين يدو كيشوف فيه، لابس ليك تيشيرت في الاسود، سروالتو كلاس في الاسود، ساعه في اليد، ماش شعرو كيف العاده الاناقه كتفوح منو. مشيت حتى وقفت مديت له يدي، تطلع عينو في هاد النظره، واش كدير فيا؟ ولي زاد كي إلا زاد كيبتسم صافي، إلا ابتسم صافي كنحس براسي غنموت. مد ليا يدو سلم عليا بدورو وجلست. لا تفطر ولا في الأحلام، وأنا كل نهار كنحيا من جديد. كل نهار نوار كتحيا من جديد بالشوفة ديال يحيى، وليت بغاها كامل. لطالما كنت البنت اللي كتاخد نصف الأشياء، ولكن هذا أنا بغيتو كامل، يكون ليا كامل. يا إما ناخدو كلو يا إما بلاش، حيت نصف ما مقنعنيش. يمكن حيت كنبغي بزاف وما بغاش نفقده، ولكن انا ماشي قادره على انني نتهرس في واحد من الاسباب الاخيره. ربما انا هكا، ولكن كل ما كنعرفه هو هذا الانسان اللي حدايا كنبغيك نتالم في نفس الوقت. مع 12 زوالا يومين دازو ما شفتوش نهار الفطور، ولكن اتصل بيا مره واحده وسول فيا. اليوم الحد قررت نخرج نشري شويه الحوايج، وربما ندوز على خوتي اللي قصرت من جهتهم. ومن نهار بغيت يحيى ما عاودت عطيتهم وقت حيت قنت، حتى من يحيى ما اتصلش. لبست كسوة في الاحمر بوريدات في الاصفر، كانت كسوة من زهرة، وهي ذات ستايل اوروبي في الثمانينات، بنيتين ومزيرة من الصدر والخصر، كنجي متلقة حد الركبة. طلقت شعري، درت فرونتي في الاحمر، أجبعت به جنب واحد وزيت ساك طويل، ولبس حذاء عالي. قلت نجرب حتى انا نولي نلبس العالي،
كان حذاء في الاحمر كلاسيكي. خرجت من الباب توجهت شويه على رجلي حيت الموبل ديالنا تقريبا في السونتر ولا مول كاين غير حدانا. دخلت لاول واحد كان بوتيك عادي غير كنشوف. خرجت ودزت للثاني غير خرج كنشوف اتصال بالحبيب ديالي. جاوبت تما نيت والصدفه كان مار من الشارع حتى كيوقف عليا. انا هز التليفون في يدي كنهضر معاه. يحيى طلعي. باقا كنشوف فيه مصدومه حيت ما توقعتش غيكون كيهضر معايا ونشوف. يحيى انا نوار طلعي. عاد استوعبت كنسمع الكلاكسون من اللور. مشيت بسرعه ركبت حداه ودار الصمت. عاد زاد صافا نوار الحمد لله ونسى شويه وصافي. اذا كانت بخير كلمه من المعتاد فانا بخير. اما اذا كنت كتعاني هادشي فبجوارحي حزن لا يطاق. هزت الفم ديالي باش يوضحو وعينيا باش تبينو وقبلي قلبي باش يفهمو. وقف اللوطو حدا ريستوران خيب ديجا غنديا فيه مع اليكس. مي مش حال هادي هبطنا متوجهين للاسفل. مشى لواحد الطبله وجلسنا. يحيى ديجا جاي لهنا؟ نهار وي ديجا مع اليكس. يحيى ببرود مزيان. هي وقيلا تقلق زعما يكون غار من اليكس. شنو هو منيس كنوار؟ هو اصلا ما سوقش لك كاع سولك غير من باب ما يخليش الصمت وصافي. ماشي بزاف حتى كيوقف عليهم النادي واذا به بالصدفه كيسلم على يحيى من باب المعرفه. النادي مسيو الايوبي. يحيى ابتسامه خفيفه. اهلا رجعتي كتخدم هنا؟ النادي نهار كبير هذا. ايه ماشي بزاف باش وليت هنا. شاف نوار فين ادم الايوبي صافا عليها لوهلا ديك الابتسامه تلاشات وعم الصمت. نوار بالعطري قويه كتشوف يحيى اللي ركز على يدو الاخرى الله يرحمها. النادي الله اكبر تحزن البركه في راسك اخويا ما يكون معك باس الله يبدل المحبه بالصبر. يحيى امين. تحت الغدا يحيى المزاج ديالو تقلب من ذكرات له اليف. ما حملتش راسي انا ديك اللحظه وانا كنحس بحالي جالسه معاه فقط بزز عليه وكانه كيدير هكي غير شفقه عليا. تغرغروا في عيني ولكن حبستهم وانا كندور في الفرشة بايدي. شاف فيها عرف بلي الصمت ديالو اداها. حطيتو على يدي حتى نقضت في بلاصه. يحيى ضحك عليها على النقيزه اللي دارت. غير بشويه عليك راه ما غناكلكش. نور حشمات بقات غير كتقفقف في الهضره. لا هو دابا يحيى ماشي مشكل لا داعي للتبرير. كولي كولي ما كلتك شفتك ما كليتي والو ما باغاش تغداي. نور لا هنا دغيا نبضت على التبصيل كتاكل كانها كتوقف البكي اللي ما باغاش نزل. حس براسو كيعذبها ندم مع الحال حيت جا لهاد القهوه اصلا وما يذكرلوش داك النادي الاليف حيت هاد السميه بالضبط كتجبد له العديد من الاوجاع. بعد ما سالينا ناض هو خارج وانا موراه وطبعا خوات خطواته الكبار على ادرهم كيخصني انا نجري. ومع الدروج وانا ماشي من نوع النهار كامل لابسه الطالون ما كنحس غير طيحه على فمي في التراب ديال الزهور اللي مزروعين حدا الكافي. ورجلي تلوات ما حسيتش كيفاش غوت واحد الغوته لدرجه ترجع بسرعه. طلع كيشوف مالي انا ولات حالتي حالة بداك التراب. نوا هي رجلي. يحيى وقفها. حاولي توقفي حاولي باش نعرف واش مهرسه ولا لا. نوار هي لا ما قدرتش. دوز يدي من تحت فخدها والاخرى من تحت ظهرها وهزها عنده. هي بالالم مابقاتش حاسه بشنو واقع لها غير كتبكي. فتح الباب ديال اللوطو حطها ونزل بحيد لها الحذاء كيشوف رجلها. فين كدرك هنا؟ نوار اي لا ما عرفتش. يحيى اش بينك وبين شي طالون ما فهمتكش انا. كنزيد فريت من الدكا. يحيى صافي غدير له الدواء وغيبرا غير تلوات لك رجلك. رجع طلع بعد ما سد لها الباب ومشى بكسيري موقف غير قدام دارو. بعد ما دخلها تكا على الكنابي مشى بسرعه جاب كمادات وبوماط المساج ورجع عندها. تحنا عندها جهه رجلها غير حط الكمادات وهي تغوت. يحيى صافي دابا غتفوت. نوار لا اي قشويه بشويه حتى كتحس بالالم كيخفاف وهو كيمسد ليها بالبوماط. شويه السيده عاد عقت كيفاش جالسه قدامه وهي عارفه راسها ما لابسه لا شورت لا والو الكسوه طالعه على حتى الفخاطه. ويلي انا والله ما كنحشم وانا كنقول مالو مره كيطلع راسو ناري اش غيقول دابا. اكيد غيقول هادي بغا غير يسبها. وكنت محط عليه هبط يدي بشويه وانا كنغطي بالكسوه من فخادي باش ما يبانش ليه سليب اللي جو سوي سيغ غيكون شافو. شافها سكتات
حتى كيشوف اشمعة تصنع غير بنص عين حتى كيشوفها كتهبط في الكسوة غير بشوية زعما بلا ما يشوفها، وهي خدودة ولا ترتقي بالحمورية. دار ابتسامة جانبية اللي جاي يطلعها عن غير قصد، قاصف في خدها وهي السيدة بدات كتخضر وكتصفر وكتحمر، الوان الطيف دازو كلهم لوجهها، بقى كيضحك ونطق نوضي نوضي الله يعفو عليك نور. او يحيى نوضي نوضي دوشي شوفي حالتك كي دايره، غترجعي هكا عند باباك؟ نور اه بصح. توجهات كتعرج البيت وفين كاين الدوش، دخلت الحمام سدات عليها اما هو، فبقى كيضحك عليها وعلى سداجتها. ماشي مدة قليلة خرجت لويا على فوطة على سترها وفوطة على شعرها، خدوطة حمرين وولاتها كيبلقو، كانت دوزات لطبعة حل على كسوسة وحتى تنشف ما تفكر شنو غادي تلبس. بعد ما فتحت الماريو كانوا الحوايج ديال إليف باقي كيف ما هما، بقات مترددة واش تلبس واش ما تلبسش، واش تقرب ليهم تقيسهم او لا لا، ولكن خافت يغوت عليها وتصدم. يبقى فيها الحال شدت الواتا لافوطة اخرى فوق تافها، فتحت باب الغرفة بشوية كتدور في عينيها ما كتلقاش، يلا غتخرج بجوج خطوات حتى كتسمع شكون انتي وشنو كديري هنا. الدورة اللي غادي تدور عينيها كتشوف مرا تكون في ثقالتها ديال مها تقريبا، صبغة شعرها بالزعر كاري حد لونق، لابسة جلابة بالطاز الفاسي في الباج فاتح مع القهوي، وشاف القهوي مربوط على عنقها، المكياج ما تكون صباط عالي وساك صغير في اليد. كتبان مرا أنيقة مالية في راسها، كانت كتطلع وكتبوس في نوار بشمي إزاز والصدمة. أما نوار غير كتشوف معرفتها مني خرجت ليها، سولتها كجاوبيني شكونتي وشنو كتير هنا يا، وهي كتبرك على سنانها. نوار يلا غتنقق نطق حتى كيجي يحيى من وراها، فوقاش جيتي؟ نوار دارت كتشوف فيها بمال أخرى عطرات، وصلت بيك الدخل بحال هادي لدارك ها يحيى؟ كيفاش واش عارفه راسك اش كتقولي اش هاد الهضره؟ ايوا شكون هاد خيتي اللي كتضرب البين ورد الحمام وفي وسط دار بنتي؟ نوار ما نسمحش لك تقولي عليا هاد الهضره سمعتي؟ يحيى جلسي. جلست المرا في الصالون، نوار ولات مغوشه وكتشوف فيها بنص عين. نوار انا غنخليك قهوه، جيب لك قهوه يحيى. مشات للكوزينه باش ما تسمعش الحوار ديالهم. مارلين شنو غنشرح لي ولا لا يحيى شنو غنشرح لك؟ واصلا اش غنشرح لك من بعد الهضره اللي قلتي؟ داك الاحترام اللي كنعطيه لك طيحتي من قيمته. مارلين وانت في نظرك هادشي اللي كدير كيشرف؟ يحيى ما عارفه والو ما تبقايش تحكمي. مارلين ش غنحكم، واش كذبت؟ بنت الحرام دخلها في قلب دار بنتي اللي باقا حتى ما ارتاحت في قبرها وتقول لي ما تبقايش تحكمي؟ يحيى مارلين بنتك ماتت عام وست شهور دابا، ما نسيتش نهائيا حتى نهار باش ماتت. مارلين ولا باينه. كتدخل نوار هزا في يديها زوج ديال لي كاس ديال القهوه، مدات واحد ليحيى ورجعت بخطوات بطيئه متردده، مدات الكاس الاخر لمارلين، ولكن صدمه ان مارلين لي كاس وقف وكتزف بداك الكاس ديالها نيشان على صدر نوار. نيشان نوار تماني تغوتات وهي مبعدة عليها. وقف يحيى بسرعة، مارلين هادي باش تفيقك وتقول ليك راه عمرك سنتي بلاصة إليف. يحيى بالغوات، وهادي كانت أول مرة نوار كتسمعو كيغوت. مارلين خرجي. مارلين ما عندكش الحق تجري عليا من دار بنتي. يحيى ضرب واحد الفاصة كان حدا عند درجة تخلعات. نوار بقات كتشد فيه من التيشيرت اللي لابس، راه غتخرجي ولا أقسم بالله. مارلين مارلين صافي انا خارجه، ولكن كنت جايه غير باش نقول لك بلي الدار وتحبت بنتي كلشي غناخذو حيت من حقها هي. مشات خرجات بسرعه سدت الباب تماني، دارت عندها نوار، تكات بسرعه على الكرابي كان فوق صدرها حمر من الاثر ديال هذيك القهوه اللي كانت سخونه بزاف. نوار حشمات، ماشي مشكل ما وقع لي والو صافي ماشي مشكل. يحيى طلع في عينو ونهض حتى خلعها سكسي ثمانية تكسات خدها بومادة الحريق، رجع ثاني لعندها زاد هبط الفوطة شوية حيت الحرقة واصلة ليها حتى لتحت صدرها تقريبا، بدا كيهدها البومادة شوية بشوية كيبرد التم ديالو، هي غير كدور في عينها مبقاتش قادرة تشوف وجهو من كثرة المصايب اليوم. طلع عينو كيشوف فيها كيفاش حشمانة مقدراش تشوف وجهو، وكدور في عينها دار ابتسامة جانبية. رجع
هبط الفوطه شويه وهي بسرعه طلعت يديها دارت يديها على على صدر ديالها. يحيى راه شايف كل شيء بلا ما تخبي. صافي هذا ناوي يموتها، وانا كترت من السيده ولات كتعرق بقات قادره تشوف نهائيا. تنكات كانت سالا وسدت عينيها كتحس بيه قبلها فوق جبينها كتهض على شفيفه. وهذه حالتها ملي كتوتر طلع عينو شاف فيها كيبان حنيكات حمرين. يحيى سمحي ليا. فتحت عينيها على عينو رجعت سداتهم بسرعه. في هذه الحركه ضحك بخفه وقرص لها حناكه بشويه وعينو على الحشوميه ديالي. بقات قادره تفتح عينيها نهائيا. غادي رجع كيشوف فيها. يلا دابا بلاتي وصلك للدار، نسي نسي شويه. حركات راسها بلا ايجاب دور ما تعلي راسها. دار ابتسامه خفيفه وخرج رد عليها الباب الغرفه. ناري واش دار ليا؟ مبقيتش عارفه راسي، كنحس بقلبي غيطير. بقات كتمرغ فوق الناموسيه شويه، ضرب فوق رجليها احساس لا يمكن وصفه. شويه كتشم ريحه اليف، بدات كتمخشش في الوسيط حتى شماتها. واحد الوساده دفعتها بيدها تحت الارض وهي جرى عندها الوساده ديال يحيى وتمخشات فيها ونحسات. طلع عليها بشويه قادره نعسه عالميه. دخل جبد الغضب وغطاها بحكم كانت غير بالفوطه. حتى شويه كيشوف الوساده ديال اليف مرميه في الارض بقى كيضحك. يحيى والله يستر كانت غير من وحده ميته. حنا جبدها وحطتها فوق الناموسيه ورجع خرج. ما بقات لا عشيه لا ليل. بات حتى داك الليله تما حتى كتفيق الصباح مع نكشه. كتلقى راسها كل ما دام الغطا اللي غطاها كل راها كيف ما خلقتها ما غدي راح عليها الغطا. حتى كتشوف سروال اسود وشميس خفيفه في الابيض مع دو بياس ديالها محطوطين فوق الناموسيه. نطت بسرعه هزاتهم ودخلت للتواليت كتلبس. وفي نفس الوقت عارفاهم حوايج اليف هو اللي غيكون حطهم ليها محاملاش تلبسهم. خرجت لقاتو في لاكويزين كيصاوب فطور. تكات على الباب وكتشوف فيه صباح الخير يحيى صباح النور كي صبحتي مزيان نوار. كون غير فيقتي البارح نوض مشي نحس بزاف. انا ماشي مشكل ديك الساعه برري لباباك المبيت ديالك نوار. اكيد بعد ما فطروا وصلها لحد الدار ومشى عند نوار. ديك النهار دوزتو كامل كنفكر غير في التعامل ديالو معايا كيفاش تغير زعما يكون مليا. منظنش مستحيل مستحيل نوار وكيبغي اليف واليف مستحيل الحب ديالها يمشي من قلبه. هو اكيد كيتعامل معايا هكا غير من باب الشفقه. ان كان فلا بد ما عندي ما ندير. خليه بغيتو يشفق عليا ولكن ما يبحثش عليا. واخا كيزيد يعلقني بيه شويه بشويه لدرجة الابتعاد عليه ولا من المعجزات. اليوم جا بغي يحضر معاها شي وحده كتعالجها من قبل ما تتكلم نطق. ش باغي نشوف كيفاش كتعالج المرضى من غيري. ما جاوباتوش خلاتو على خاطرو. لبسات الوزره ديالها البيضاء هو كيشوفها كيتفكر اول مره دخل المكتب ديالها. من اول مره قاتلو موراها غير تمشي عند طبيبه نفسيه ما كانش باغي نهائيا انه يمشي. بعد اصرار قال نمشي نشوف وفعلا قدرات تخرجو من صدمتو. كيشوف ملامح الهادئه اللي كتحاور مع المريضه وهي كانت كتشرح لها على رجلها اللي شافته كيخونها وطريقتها وهي كتحاول تبين لها بلي ماشي كلشي كيف كيف وماشي الرجال كلهم كيف ما كنعتقدهم. مرة الاولى كيكونوا زوينين او ظريفين كتواسي الحزن وعينها عامره بالدموع. حس براسو كيرتكب معها خطا هو دمرها بدون ما يحس. اهم عنده ذنب هي بغاتو ولكن راه ضحات براسها باش يبرا. شاف المريضه بدات كتنهار وتبكي ويوقف اشار لها بيدو بلي عنده شي شغل الوقت. قالت له صافي عندي يحيى. خرج من عندها دار مكالمه وتوجه للكافي لقاها جالسه كتسناه. مارلين ايوا الحمد لله اللي تفكرتينا. يحيى سمعي غادي نقول لك جوج هضرات سمعيهم مزيان. اول حاجه احترمي راسك ما تصليش بزاف راه ما عنديش ما تبقى قيل جمعي راسك. مارلين يحيى واقيلا نسيت راسك مع من كتهضر. يحيى احترم تحترم حتى انا كنفكر مع من كتهضري. المهم ما جيش نجمع معاك ولا نربيك. غنقول لك الدار راه واخا طيري وتنزلي ما غاديش تديها. انا الموكل الرسمي ديال اليف سمعتي. انا الدار انا اللي شاريها ليها وديرها لها بسميتها ما تنسيش. اما ذهب بنتك لا بغيتي يدي حيت النفاق ديالك كنتي كطعني في بنتك في نهار موسى كان اكبر هديه غادي تهديها ليها. انا نسيت مع من كنهضر. انا في 2016 في ديسمبر كيحل عينيه بشويه كيشوف الام والاب ديالهم مجموعين عليه مع الاطباء. الدكتور
الحمد لله على سلامتك. فيروز الحمد لله يا ربي. يوسف الحمد لله على سلامتك ولدي. يحيى إليف. فيروز شدات لي في إيدي، عينها خارجة منها الدموع. وين تقي يوسف بعصبية؟ شوفها ولدي، إليف ماتت نتاها، كانت يهودية، وحنا واخا تكون اعترفت بديانة الإسلام فراه داروا ليها جنازة يهودية، قراو عليها التورات، هاديك ما يشرفناش ندخلوا على عائلتنا. عيات فيروز ما كتنغص فيها، ولكن هو كان قال كل شيء. وهذه كانت صدمة، حيت إليف اعترفت بديانتها الإسلامية وكانت داخلة الإسلام فوقتها. رجعوا للحاضر، بعد ما سالها هدرتو مشى دون ما يسمع منها ولا رد. توجه نيشا لعند الأم ديالو اللي هي كيف دخل سلم باز ليها راسها وصور على الأحوال ديالها، ولا با لقاه كيف العادة في خدمتو. يحيى من ماتت إليف مبقاتش عنده علاقة وطيدة بالمجتمع ولا انطوائي بهاد الشيء، حتى من باه اللي كان كيجمع معاه بزاف قليل فين ولا كيشوفو غير إلا سلم عليه ويسول على أحواله صافي. والديه كيزورو مرة مرة حيت ولا كيعتبر حياته مملة، الخدمة ثم نفسه. فيروز ايوه كي درتي حتى شرفتي اليوميه غادي لالمانيا تاني. يحيى علاش ضروري حتى نقول غادي لالمانيا عاد كنشوف الوالدين ديالي؟ فيروز ايوه مالك، راه كتشوفنا ملي كتجي حتى تكون غادي. ولا بدلوك غمزاتو. يحيى الوالده الوالده شحال كتفكري بالقياس، كوني هانيه راه جيت غير باش نطلع عليك وصافي. فيروز ايوه الله يكثر خيرك، الله يكثر من زياره. جلس في الصالون حط الكونتاكت والتليفون، والخادمة وجدت لهم أتاي مع الحلوة اللوز تحط لهم كل شيء فوق الطبلة. هو كان غير كي نقب شوية، أما فيروز كتهضر إيوا ولدي ما لقيتيش بنت الناس عجبتك؟ ما شفتيش وحدة سواتيك؟ دار شاف فيها بنصين، مالك على ديك الشوفات؟ راه داوية بالصحة ولدي، انت باقي في هاد شبابك، واش ناوي تكملي حياتك هكا؟ راه ولدي بنتي إليف مشات وما غاديش ترجع الله يرحمها. دير عقلك ولدي، انا وباك راه الفرحه ديال عينيا تشوف حفايدنا كيكبروا قدام عيني. يحيى كيتنط غير على الحفايد، وكان من غدا نجيبهم. ضربات له في كتفه، والله يمسخك راه كنهضر معاك نيه. ناض بسرعه هز سوارتو نضاد رد الشمس، درهم في عيني وسوارت بس لها على جبهتها. الوالده الحصول الله يعاون هاد الساعه يكون خير. من سمعاتو قال ويكون خير بحال اللي تقول عطاها البشرى. الله يرضي عليك وليدي، الله يهديك الله يوفقك. مشى خرج ركب طوموبيلتو واتجه لدارو. هذيك الليله كامله كانت كتفكر فيه وما عرفاتو فين مشى. من خرج من عندها في العياده بقات كتفكر حتى نهزات. الحب كلمه عابسه في عقول العاشقين، عقود مرت كسحابه الصيف ولم يفهم احدهم حقيقته الكامله. الحب الذي ينساب جسدك في ثلاث ثوان كيسيطر على لوحه تحكم راسك باسرها، ليرشدك إلى العلاقة الكاملة، يرشدك إلى الزواج، إلى تحمل المسؤولية وفهم المشاعر وتحمل المشاكل وتقديم التضحية. عندي حياة 10 الصباح اليوم بعد الاتصال ديالها لبس حوايجي وخرج هز طوموبيلتو وتوجه الكافي فين حدا خدا موعد معاه. وكيف دخل سلم عليها وجلس. يحيى صافا عليك، وأنا اللي خصني نسولك هاد السؤال، صافي غبرتي عليا في خطرة. يحيى راك عارفه اختي اللي كاين، وليدة زارية ما كتسال مريم شو دابا وليتي مزيان؟ يحيى اش غنقول لك، نكذب عليك نقول لك مزيان وانا مازال كنشمري حتى كل ليله عاد كنعس. مريم يحيى حاول تنسى خويا، راه هذا كيبقى قدر الله وقضاءه. شوف هانتا انا خلاني مشى كنشوف صورتو في عينين بنتي كل نهار، ولكن شنو غندير؟ ما عندي ما ندير. يحيى مريم انتي خانكه، مريم اسمحي لي على هاد الهضره، ولكن راه كاين فرق ما بين يخونك وتكرهيه وانك تكوني كتبغيه ويموت. شدات له يدها من يدو. يحيى انا صديقتك هادي 12 عام، قلبي كيضرني كل ما كنشوفك هكا. إليف بنت اللي عمري انساها، وفعلا كانت بالنسبه ليا ماشي مجرد مراتك بل اختي، وموتها كان صدمه بالنسبه لينا كاملين، ولكن راه فضلت هي انها تموت يحيى حيت وصلت بها للخر. ضرب يدو في الطبله حتى تزعزعت. كيفاش قدرات تفكر هكا مريم؟ كيفاش؟ انا عمرني خليتها في لحظه من عمرها، كنت ناوي ندير اي شيء على قبلها باش نسيها باش نوقع، ماشي هي بوحدها اللي تمرات، راه حتى انا ابو حسيت باللي حساتو. مريم خويا تمرتش راسك، دابا حنا ملي سنين هادي ما تلاقينا، ما تخليش هاد اللقاء يدوز بهاد الطريقه وتفكروا الماضي. سكت وحاول يسمع لك راسو.
أما هي فحاولت تثبت لي الموضوع. شي ساعة هكاك وتفرقوا غادي في الطوموبيل كيعيط نوار، تمانين جاوباتو بسرعة. هالنوار جالسة في البيرو ديالي، أنا كنشوف التليفون مول في الصباح، كنفطر في شي كافي. أوف، ولفتي يا نوار، ولفتي كثر من القياس، وما كيعتبرك حتى حاجة في حياته. منكرش أنني مستمتعة بكل نهار كنشوفه، كأنني كنروي العطش ديالي، واخا هو ماشي ديالي وأنا عارفة هادشي، ولكن على الأقل شفته حدايا، وبعض المرات كيبتسم كيخلي قلبي كينتعش من جديد. تفكيري معاه، إذا بالهاتف ديالي كيصون بسميتو، طرت بالفرحة وجاوب بسرعة. ألو يحيى، فينك؟ في العيادة. علاش؟ أنا جاي عندك. يلا بغيت تهضر قبل ما تكمل، تفتح الباب شي اللي خلاها تطلع هنا باستغراب، والتليفون مازال على ودنها. نوار، عفوا، قبل ما تكمل كتشوف المريض اللي كانت كتعالجو كيقرب ليها، وعيني حمر، ابتسامة جانبية. نوار، أخويا فين جاي؟ راه ما عندكش حصص اليوم. قبل ما يجاوبها هزها من كوعها بسرعة. أما يحيى فغير السمع غواتها، بحكم أن الخط كان بقي مشدود، بركة الأكسيراتور بسرعة. نوار، ايه واش انت مريض ولا شنو؟ مريض؟ اه مريض، مريض بحبك، انا باغيك. غير قال هاد الكلمه بحال اللي تخوي عليها الماء في الكابي، بدات كضرب اقصى جهد عندها، ومسكي عليها بوحشيه. كيقرب ليها دموعها كينزلو، كتحس في الدنيا دايره بها، هو كيقطع في الشميز من فوقها. هي تغوت، ولكن هو كان سد الباب، والغرفه عازله للصوت. كل ما قدام عينيها كتفكر انه صافي صافي، غادي تغتصب، صافي حياتها غتضيع، مهنتها، كل شيء غيمشي من بين يديها. حطها بحال تصفق، حتى خرج لها الدم من نيفها بحكم كضرب فيه، والشميس كانت قطعات من فوقها، وبقات غير بالديباردور في الابيض. ما حسش براسو كيفاش وصل العياده، هو طالع وصل تم بسرعه، مشى كيجري كيفتح الباب كيلقاه مسدود، بقى كيضرب فيه حتى تفرع ويدخل على القطع، حس بالدم طلع فيه وهود فيه، وعروق عضلات يدو برزو، عينيه ولات نقطة جمر. دوش خطوات لي دار حتى كيتهز داك المريض وكيطيح في الأرض كاو. نزل عندو، بدا كيعطي غير الدروش بيدو، كيضرب حتى كيرجع للحنك الجهة الأخرى، كيعاود يرجع من الحنك الأخر بالنور. أما نوار فمازال كتستوعب أشنو وقع، وهي فحال عيون رسالها. الغريب في الأمر أنها كتشوف يحيى كيضرب بصمت بلا ما يغوت بلا ما يعاير، وعطاه قتلة ديال الكلاب. شد الفيكس كيعيط للسيكوريتي بعصبية، شي طلع عينو فيها، وهي اللي كانت كترعد. وداك اللحظة ما تمنهاش العدوك، دموعها كينزلو، الدم نازل من نيفها، شفايفها حمر بجروحين. كرز على القبضة ديال يدو ورجع عطا لها داك الركلة، ونطق باش المرة الجاية تلقاي شي حاجة ماشي ديالك. ورجع عندها، حيد لافيس ديالو ودورها على حتى كيدخل جوج ديال لي سيكوريتي، كيجرو فيه غير خرج دار عندها بالغوات. عجبك هادشي؟ فين وصلتي؟ كداوي ليا في الحماقة؟ كون دابا ما وصلتش في هاد اللحظة، كون ما جيتش دابا ودرت لي هاد الحاله، فين كنتي غتوصليه؟ فين؟ كل ما كيغوت دموعها نازلين مترسمين من عينها، كتشد عينها بخلعها. فين ما كيرفع صوته شافها هو كيعض على شفايفو بعصبيه، واقف وداير يدو على خصرو. شويه دار عندها واحد صبعو في وجهها. شتي كون كانت مراتي كنقسم بالرب على خدمه هاد الخدمه، سمعتي؟ هادي راه ماشي خدمه، هادا راه كيسمي بالتسلقيط. ظهر كيحكي على راسو بعصبيه، هي كل الهضره كتدخل كيف السم في قلبها، ما حاملش راسها نهائيا في هذا المنظر. صافي، ولات كتمنى الموت ولا تعيش هذا الشيء. نطقت بصوت كله مغرغر وحابسه البكيه بزز، وهي كتنخصص ديني عند ماما. دار شاف فيها في نفس الوقت، ما عرفش راسو علاش دار قلبه في ديك اللحظه، بقات فيه، قرب ليها وهزها لدرجه تصدمات. عمرها ظلاتو يهزها، هزها غادي بها يدو تحت ظهرها ويدو الاخرى تحت فخادها، ما حاسش براسها حتى تمخشات في صدرو، كتشم ريحتو في نفس الوقت، دموعها نازلين سخونين. ما حملتش القصة شي واحد من غيرو لدرجة غفات راسها في هاد اللحظة، وهي كل تفكيرها شنو غيكون كيقول في راسو دابا عليها. هادي غير وحدة موسخة وما دايزاش فيها الحب نهائيا. من جهة كان كيشوف فيها، حاس بدموعها اللي في زقول يتريكو، حطها في الطوموبيل وطلعت هداك موقف حتى لقدام الفيلا ديال مها. هبط فتح ليها الباب، هبطات فتحوا ليهم الباب ودخلوا، لقاتهم غزلان وفؤاد كيسلموا عليهم. غزلان، والله يا بنتي اش وقع عليك؟ نوار بنبرة هادئة كأنها جازت دور الروح، والو ماما غير واحد من المرضى ديالي كان غيتهدى عليا كل ما نقدني يحيى في اخر لحظة. غزلان، الله اكبر. غزلان، يا كنقول لك شحال من مرة يا بنيتي بعدي على داك الحماق وانتي ما كتسمعيش، ما لقيتي غير الطب النفسي ديريه.
نوار ماما عافاك ما بغيش نهضر. يحيى موراها كان غير كيشوف فيها وحس بالحزن اللي مكتسح قلبها. غزلان يلا صافي حبيبتي موقع والو موقع باس، سيري دوشي دابا وارتاحي يكون خير. مشات طالعه مخليها موراها. غزلان كانت كتشكر يحيى على التدخل اللي دار، اما هي فغير دخلت للدوش طاحت على طولتها مصدومه في راسها، حيدت حويجها كاملين ولات شبه عاريه. شافت في المراه وهي كتلقى طبايع حمر غادي الموف عنقها، تحوض موها بغزاره بدات كتضرب في المرايه بايدها. دخلت للدوش تلقات الماء بدات كتحك في دوك الطبايع باقصى جهدها، تحمرت البلاصه وحرضات اللحم عافت من راسها من داك المتوحش اللي قاسها. خرجت من الدوش محطمه عينيها حمر، حنكاتها حمر ولكن عينيها كانوا كلهم كيعبروا على الم مكتسح قلبها. دخلت البيت معها لبسات الضوني والسروال واسع من الشميز في الاسود، مي كتميل اللحم مفتوحه شويه من الصدر، لبستها هكاك فوق الضوني بلحم مالل ديال الصدر. دارت فوطة على راسها ملوية بشعرة وتمت خارجة. عندي يحيى غادي في الكولوار كيقلب على الحمام حتى كتبان له مقابلة معاه. خارجة من الغرفة ضمها غير طلعت عينيها جات في عينو نيشان، بقات كتشوف فيه وبيناتهم مترو قدرش تكلم، اما هو فطلع عينو فيها وهبطها كاملة من راسها لعينيها اللي فيها الحناكها كيدلو على انها كانت كتبكي، شوية فيها مجروحي شوية في الجنب. غير طلع عينو العنقاء القازق زير القبضة ديالو ديال يدو، يلا غي تخدم خطوة لعندها، عط على شفايفو ورجع دار غاديم. بقات كتشوف فيه عينيها مدمعين حتى بحال لي محملهاش شوية. يحيى لا مصيبة، بسرعة البرق دار جاي في اتجاهها، دفع مدخلها من الباب دورها بيد سد الباب وعنقها. حتى كتسمع الدقان على الباب قفزات نوار من بلاصة مخرجة عينها وكتويل حتى كيسمعو. غزلان نوار اش كديري واش باقي مكملتي حوايجك؟ نوار ويلي ويلي اش غندير دابا ويلي ويلي ماما ماما هنا هنا خارجة. كيضحك على تصرفات ديالها الطفولية، وقف داير يدو في جيبو كيتفرج شنو بغات تسمع. سمع عندك تحرك صافي انا غنصدرها. جا بحال لي كيعيش مراهقة من جديد معها. فتحت الباب كانت غزلان واقفة طلعت حجمها في نوار، اخيرا سدات الباب من وراها. ماما وي بغيتي شي حاجه؟ غزلان دوشتي؟ هي كتشوف كتطلع في عينها. اه ضروري مالكي ما كتشوفيش الفوطه على راسي؟ ضربت على يدها. مالكي يا ماما ما كتشوفيش؟ غزلان شفتك ما لبستي سوتيامات بلاتي، دخل جيبهم ليك واقيلا ما عرفتيش فين كاينين. نوار رجعت حمرا 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 حيت عارفه يحيى كيسمع. في نفس الوقت خرجت عينها، لا 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 بلاش والله اصلا هما مزيانينش لبس داك التخربيق هادوك. مهمه ماما يلا يلا نهبطوا دابا. غزلان تيشتك الدوري عليا غير هنا اش واقع؟ نوار انا مالك يا ماما والو غير كيجيب لك الله ويلي هانتي. وابتسمت عادي والله كلشي بيان. غزلان ما شفتيش يحيى؟ يحيى اويلي يا ماما اش بيني وبين يحيى؟ اش غيكون بيني وبينه مثلا؟ ها لوه لوه تلقاه يمشي بحالو. سيدة مبقات عارفة شنو كتقول. غزلان ايوا سيري سيري بنتي دخليك من حوايجك واجي هبطي باش تاكلي سيري. غير ظهرت معها دخلت نوار باقا كترعد وسدات الباب. اوف فلتنا شاد الضحكة بزاف، سمع الحوار كامل متالا بالضحك، عمرو ظن غتكون نوار بهاد الطريقة. نوار مالك الضحك؟ حتى طف تفسح الباب ودخلت غزلان. والله حتى حسيت بها واحساس الام ما كيخيبش. نوار ماما غزلان اش كتسمسمي تما ياكي وانا مصبح وانا قد كنقول السيده مالها تفافات واخا عليك هادشي كامل غيوصل لباك غملاتي. نوار لا لا ماما عافاك. يحيى باقي كيضحك مهمه خالتي انا هو دار عند نوار شافها زرقت وحمرت انا هابط غمزها. غزلان كتضحك في خاطرها سير ولدي سير. لا صافي هذا غادي يقتلها ما فيهاش غير خلص سدات غزلان الباب. غزلان غمزاتها قولي هذا هو اللي مخلي السيده تبات ما تفيق. قرصاتها حتى غوتات نوار خرجتي في السيد. نوار اه ماما واه ماما كنبغيها ماما واش ما منحقيش؟ غزلان هي كتبغيه. نوار اه وهو كيبغيك؟ هبطت راسها بحزن تمنيت فهماتها. غزلان جرات لعندها وعنقاتها غير خرج وقف مورا الباب كيضحك هو كيسمع ليهم حتى سمع اخر جمله دارت بيناتهم. وقف كيشوف مدة حتى تم غادي دون ملامح لوجهو ويديها في جيبو ببرودة. هبط مع الدروج طلق مع فؤاد.
فؤاد زيد والدي تقول مرحبا بك. يحيى لا غير خلي عمي الله يكثر خيرك غنمشي. فؤاد اللي بان ليه ولدي يلا اللي بان ليك تهلا فراسك نشوفك ساعة الخير. يحيى ان شاء الله خرج من تم ركب الطوموبيل ومشى. هبطت نوار وغيزلان تحت لقاو غير فؤاد جالس في طبله وكيسينه. غيزلان فين يحيى؟ فؤاد قال لك مشى عنده شي شغل. اجي اجي بنتي تغداي. نوار هبطت راسها بحزن من ملقاتوش. واخا عمي تغداو في جو هادئ غير غيزلان وفؤاد اللي كانوا بعض المرات كيهضروا. ديك الليله نوار ما نعساتش بالكوابيس اللي كانوا كل خطر كيجيو ليها. ناضت مع انتصار الليل كتعيط ليحيى. ما عرفاتش هاد التصرف مين جا ولكن كتحس براسها بحاجه ليه هو بالضبط. كانت كتعيط ليه ولكن ما كيجاوبش. في كل مره كانت كتشد العلبه الصوتيه طاحت الدموع من عينيها وهي ضامه التليفون لصدرها. كتحس بالالم مكتاس على الجسد ديالها. الوحده الغمه تسكت على الناموسين غمضة عينها كتستسلم للنوم. ولكن هو ما عطاهاش فرصه. في كل لحظه كيفكرها في شي لخطه خايبه. قالت الليله وغدوز ولكن دابا سبعة ليالي ما ضاقتش فيهم حتى النعاس. فين حبيبها اللي خطف قلبها ومشى؟ فين قلبها اللي تقسم على زوج والنصف الاخر دا هو؟ دابا سيمانه ما عاوداتش كتسمع صوت يحيى ولا سميتو ولا كتشوف صورتو. اسبوع يحيى تقول تشقات الارض وبلعاتو. كتنوض مع نص الليل كتغوت باقصى صوت عندها حتى كيسكت هبها. طول النهار كتعيط له اكثر من 100 ابيل ولكن لا مجيب. واش صافي خلاها؟ صافي مبغاهاش؟ واش لهاد الدرجه كرهها؟ كتنوض كل نهار كتشوف راسها في المرايه حتى كتتم ضاربها. في الاخير عشقاته بكل جوارحها بغاتو من كل قلبها. فين كيحيى؟ فين مشيتي وخليتيني هكا؟ وليت باغا نموت مبقيتش باغا حياتي. كنحس براسي وليت جسد دور روح. دابا 15 يوم داز ما تنفسش كل نهار كنموت بشويه بشويه. مشى وسرق مني كل شيء، سرق مني نوار وخلاني بقايا جسد غير الروح. مبقيتش عاطيه عبر راسي. مبقيتش متحمله راسي باللي بلا بيه. كنغوت كل ليله الله نخرج لي فيا. اليوم مشيت عند فيروز وهي بيدها كتقول لي ما كتسمع لي حتى خبر. واش خلاني ولا وقع عليه شي حاجه؟ راسي غير فاجر قلبي غير يطرطق. وليت باغا يحيى. يحيى فين مشيتي؟ ما عطيتينيش جواب. 20 يوم بالحساب بالدقائق بالساعات يحيى اختفى على الوجود. صافي واش مبقيتش غادي نشوف؟ ومازال جالسه في الطواليت قطعه ديال الزاج حداها شاده في ايدها وحاطه على العرق ديال ايدها. صافي ما غاديش تعيش. واش يمكن الانسان يعيش بلا قبلو؟ كل نهار كتقلب عليه وما لقاتوش. كتموت كل نهار. واليوم ولات باغا تحد من حياتها حيت صافي نوار ماتت. بدات كدوز بشويه قطرات الدم كيقطر على فخادها البويض. حتى شويه كتلوح الزجاجه من يدها. ما تقدرش. لا لا ما تقدرش ديرها. تفتح الباب ودخل اليكس وزاد تصدم بالمنظر اللي حداه. طلعت عينيها الحمر في عينيه. نوار ما قدرتش نديرها اليكس ما قدرتش. هبط عندها اليكس جرها عنده رغم هاد الايام اللي دوز معاها. ولكن ما لقاتها حل. هي ماشي بصدومه، هي ماشي موهمه، هي ماشي مريضه، هي انسانه عاديه عشقات وعشقات بصدق. عمرها بغات ولكن ملي بغات ضحات بكل اللي عندها. كيطبطب على شعرها كيواسيها ضمد ليها الجرح ديالها وهسه من يديه تكي على الناموسي وغطاها. نحسات غطات في نوم عميق. كطفله كتلقى حنان امها لاول مره. كطفل في المهد ملي كيرضع وكينعس. علاش كتلقاها؟ وحده لقات اللي يبغيها وما بغاتوش. وحده بغات من قلبها ولكن بغاها. علاش عدم تناهز فرص بهذيك الطريقه؟ مشاعر الحب كاين اللي كيعتبرو مهميه كاين اللي عنده مقدسه. دمت الاقصى حد على خطاها الفادح. فقط اعطت قلبها لشخص لا يريده، لشخص ما مهتمش بها. خرجت من البوبل كيف العاده وجهها شاحب عينها اللي ولاو داخلين وتحسن كحل بسبب قله النوم. يديها ملونه ملويه عليها الفاصمه. اليوم قررت ترجع العيادة ديالها بعد غياب طال اكثر من شهر. ركبت في الطوموبيل ومشات. نوار ولات باردة الدم، باردة باردة، شعور غير مبالاة. كل تفكيرها هو. وخا اليوم قدته في العلاج ديال بعض المرضى ولكن تفكيرها غايب وغير الجسد اللي حاضر. كل ما كتفطر كتفكر فين غادي يكون مشى. رجعت للدار بعد يوم متعب شاق. عيط لها بابا باش تعشى ولكن اعتذرات منه بحجة قلة النوم ما فيها اللي ياكل. كيف دخلت سدت الباب طاحو دموعها مستسلمة للهيجان اللي كيحس بيه قلبها. هو بهذا الغياب كيعبر على انه مبقاش باغيها.
مابقاش مستحملها تكون معاه. هزت التليفون حكى الدرعد، عيطت لأليكس أخ اللي ملقاتوش في واحد، الصديق الوحيد اللي شاركها همومها. يلا رجع بحالو البارح حيت ما يقدرش يبقى معاه هاد المده كامله، هو بيدو عنده مسؤوليات تبعينه. هذيك الليله كامله وهي كتبكي كيسمع التقصيص ديالها، صرخاتها المؤلمه. في منتصف الليل عذاب اكبر من قلبها بزاف، كان عنده واحد الامل انه ربما يبغيها، ولكن داك الحلم كله تلاشى. صوتها بدا كيقلال شويه بشويه حتى اختفى، عارفه نحسات. سد السبيكر قال شحال صحيح داه في نقطه وحده، عمرو شافها وصلت لها الدرجه من الضعف، عمرو شافها وصلت لها الدرجه من البكاء. هي اللي عمرها عادات شي حد في حياتها، واش بصح كتستاهل يوقع لها هادشي؟ تفتح الباب بشويه دخل باها، بقى شحال كيشوف فيها. تقدم خطوات، جرى عليها ليزار بحكم الجو شويه سخون، رجع باس لها راسها وهو كيحرك يدي على وجهها تنهض، ورجع مشى سد الباب. نوهر ويحيى كانوا مثال الحب حقيقي، الوحيد اللي عرفوا بحق كلمة كان بغيك. كل واحد كيتعذب وكيتمزق من الداخل. يوم جديد، شمس مشرقة من جديد، مخبية يوم جميل ولكن ماشي لكل شيء. فقط كيف العادة وعلى بعضها خلاوة المصريين، ولا على بعضها. بعد ما لبست حوايجها اللي كانوا عبارة على سروال جين أزرق، شوميز بيضاء خفيفة، وفوق منها فيست خفيفة في الأسود، طوات السروال من التحت ولبست كونفيرس في الأبيض. حلات شعرها خلاته مطلوق، هزات ساك صغير بسمطة طويل دارتو على كتفها، وهزات الكونتاكت والتليفون وهبطات. ركبت في طوموبيلتها، يلا تحركت شوية، تفكرت تشري لصقة لإدا. هبطات من اللوطو توجهت الحانوت، كان كبير شوية بحكم في السونتخ. شرت لاصقة، تبات راجعة للطوموبيلات، ولحسن الصدفة أن مع غادي طلع راسها حتى كتشوفو هو يحيى الأيوبي راكب في طوموبيلتو دايسني حداها. ما حسدت كيفاش دارت بسرعة البرق، ركبت في اللوطو قلعت تابعها بشوية، كتحاول ما تعيقش كتشوف فين غادي، وفي نفس الوقت الدموع في طرف عينيها. واش هو كان هنا طول ولا هذا الوقت؟ إذا كان باغي غير يبعد عليها. في نفس الوقت قلبها ترخف وتزير، ترخف حيت راه لاباس عليه، وتزير حيت بعيد عليها. قد تابعها حتى بداو كيدخل واحد الحي راقي بين فيه دي بتي فيلا راقيين بحال نوع الحي اللي عايشة فيه مها تقريبا. قد تابعها إذا به كتشوف طوموبيلتو وقفات مباشرة حدا واحد الفيلا زوينة، وقفات حتى هي طوموبيلتها بعيدة في اللور، وكتشوف فيه كيف نزل من الطوموبيل. قلبها بقى كيضرب وهي كتشوف وراه صحة سلام. مشى لجهة الباب صونا وهي على أحر من الجمر، كتسنى تشوف شنو غيكون يا ترى في ديك الدار، حتى كيتفتح الباب وكتخرج طفلة صغيرة زعيرة كتبوس في حنكو حتى هو كيحني عندها وباسها. هز من يدو نزلو طموحها كتشوف، مبغاش تفهم شي حاجة عوجة، بقات شحال وهي على نفس الوضع كتشوفو دخل سد موراها الباب. شكون هاديك البنت؟ واش كتجي؟ بقات في طوموبيل مزير على الفولو، شغدير واش تخرج؟ باش اش من صيفة غتمشي عندو؟ بقات واقفة شحال، وخا اللي فيها ما كافيها. أكثر إحساس خايب هو اللي راكبها دابا، إحساس ديال الرعب. نهار قحط قلبها، خط قلبها توقف من كتشوف وخارجة ديك البنيته في ايدو، وبنت موراها حتى هي زوينه وزعره، ولكن ملامحها من بعيد ما بانوش النهار مزيان. الدمع وقفوا من عينيها، الوقت جمد بالنسبه لها وهي كتشوفهم كيضحكوا مع ديك الطفله. مزوج وكتب عليا، شكون هذيك؟ كتشبه الإليف. كتشبه ليها. واش هذيك ايلين ولا غير كيتخيل لي؟ لا لا لا، هادشي علاش غبرتي يا يحيى؟ حيت مشيتي عند واحد اخر؟ هادشي علاش؟ ما عرفاش راسها اش كتقول ولا اش كتفكر. كتبكي من كل قلبها دموعها شلال، حتى حطت راسها على الفولو، شعرها مغطي وجهها كتبكي وتقول ما بكات، مزير على يديها وعلى فخاذها، حتى كتطلع راسها وهي كتشوف وجهها في اتجاهها. صدمات، هبطت راسها بسرعه كديماري في الطوموبيل وكتسكت ليها الديماري، وتسكت حتى بدات كضرب في اللون بغياج برجلها. تفوقوا يخ بقيتي تسكت، كي تفتح عليها الباب وهي تسكت تمانيت، دورات وجهها كيف شافتو، قلبات وجهها بسرعة البرق للجهة الأخرى، غطي وجهها بشعرها وكتمسح الدموع من عينيها، عاد رجعت دورات عينيها لعندو. نوار يحيى السلام، رفع يديها زعما كدير ليه السلام. يحيى كيتنزع على بصخوط الطوموبيل، ولقات فوقاش تشد معاك العكس، بقات غير ساهية فيه حتى هبط قبل وجهو معاها، ضربات النفس ديالو فيها غمضات عينها واستنشقات هاد العبيل اللي كيرجع فيها الروح من اول وجديد.
حسيتو داخل في اعماق اعماقها. حتى شويه كيضرب بيدو كتفيق من سهوتها. اش هاد الحاله؟ ها اش من حاله؟ ما كاين والو. سير سير، راه خليتي ديك البنت كتشوف. طلع يحيى عينو القمري باقا كتشوف فيهم. رجع هبط عينو لعندها، جابت له الضحكه. يحيى واش انت حمقه؟ طلعت غير عينيها الحمايمرين كتشوف فيه، مرضاتش يقول لها هكاك. اه انا حمقه صافي، حمقه غير خليني. تحنا عندها هو كيشوف من جهه ديال النوار اللي خلى قبل شهر. تدمرات حالتها نفسيا وجسميا، جرها عنده وعنقها، بقات غير مصدومه ما عرفات راسها باش تبلات. حتى طلقها ورجع من جدو كيحيد لها غزالات شعرها اللي لاصقه على وجهها بسبب الدموع. يحيى ما يصحابليش، راك دايره لي جي بي اس. نهار يحيى ضحك بشويه ومد يدو جرها، ما قالت والو غير سبعه حتى وصل للطوموبيل وركبها وركبها وديمار. يحيى راك صافا؟ نهار شكون هذيك؟ يحيى سؤال وجيه. ما حسيتش كيفاش انفعلات وبدات كتغوت. انتي لدارنا خويا، انتي انت غايب اكثر من شهر دابا، باش بنتي اللي كنشوفك مع هاد خيتي اللي ما عرفتهاش اش كتجيك، ودابا كتقول لي مزيان؟ ها قساكت ومزير على الفولوبيت كيف سالات وهي كتطلع وكتنزل في النفس بحال اللي عاد خوات اللي كان فيها. تكلم بروده، ساليتي شفت فيه عاد عقد بشنو دارت؟ وهي كانت كتغوت بصوتها فوق جهدو ما تشعر. صدمات مرجع يديها على فمها. يحيى مركز عينو على الطريق وكيهضر، باش من صيفة غنبرر ليك الغياب ديالي. لا لا، تمنى تموت وما تسمعش هاد الجملة، تمنى تيضربها السمك وما تسمعش هاد الجملة اللي خرجت من فمو. يحيى كنظن ما بيناتنا حتى علاقة اللي تخليني نشرح ليك انا فين نمشي وفين غنجي وشكون هاديك اللي كتسمع. دار شاف فيها بسرعة، جات عينو في عينها نيشان، حسيت بروحها تخطفات. اولا اني سنور دار رجع مطرز مع الطريق، وهي ضلات عيونها عليه محيداتهمش وها كيضحو بصمت مزير على الكوسان في يدها. واش كتعرفو باش حسات؟ لا مستحيل، مقدرتش نهضر وما حسيتش من الوقت كي دات حتى توقف الطوموبيل. يحيى بهدوء دون ما يشوف فيها، ها داركم عطي بحالك. رجعت يديها موراها بلا ما تحيد عينها عليه، تفتح الباب غمضات عينها ودارت هبطات تحت الباب وهي طلقهم بالشهد. مشات كتجري باش ملي ما يطيح من كرامتها، كثر ما طاحت حتى كتلقى بها مع الدخلة. كطيح في يدو باكية كتصرخ بكل قوتها وباكي يحاول يسولها، ولكن غير بكاها اللي كان قدر يخرج داك النيران اللي شاعلين فيها. كان كيشوفها مزاج السيارة حتى ديمارة ومشى. ماشي كلشي كتعطي الدنيا، وماشي كلشي كتفرحو، وماشي كلشي قادر يصبر على الألم ديالو. ماشي كنبكي حيت طيحت من كرامتي، ماشي حيت باغاه هو يشوف من حالي، ماشي حيت جرحني كيف غيجرحني وانا ولفت جرحو ليا. كيفاش غنتالم انا كل نهار كيزيد الم ليا؟ كنبكي حيت ما كنقدرش نحبس داكشي في الداخل ديالي، راه ما كنقدرش. غنشوف راسي اللي ما بكيتش غنفاجر، ربما انتحر، تعلقت به لاقصى درجه. شنو ما دار لي كنبغيه؟ هذا كان اخر ما قالت نوال لنفسها وهي مغمضه عينها فراشها. شمس مشرقه كتوهج بالاشعه ديالها من جديد على هذا الكوكب الساطع، جهه كتستقبلها وجهه كتودعها. اليوم بعد روتينها اليومي مشات العياده ديالها. كيف دخلت؟ كان عندها مقابله مع مراهقه، حست براسها عاشت معها شويه ونسات همومها، على الاقل خدمتها كتنسيها بلي داير بها. وبصح خلاها شكون غيعالج الهموم ديالها وانتي كل نهار كتعالجيهم الناس؟ اه طبيبه نفسيه، ولكن هذا ما كيعنيش ان حياتها خاليه من المشاكل. اه مصممة، ولكن هذا ما كيعنيش كتعرف تلبس 100%. خدام في الحوت، ولكن ما كيعنيش كل نهار خدام في الحوت. عندها كيف خرجات من عند البنت سافرات بدماغها، كيف العادة كتفكر في المجهول، علامة استفهام صعيب تكون كتفكر وانت ما عارفش راسك محلك من الاعراب بدوك الافكار. حتى كتسمع الصوت اللي طيرها من بلاصه. يحيى نوار هبطي هبطي سربي دغيا وقطع. قلبها تهز من بلاصو، صورتو زعزعتها، ما عرفتش راسها باش تولات. عفطات كتجري البلاصه اللي حدا حلات الباب، دخلت كتشوف فيه كان جالس بلاصو. نوار يحيى مالك؟ شنو واقع؟ واش حاجه؟ شنو بيك يحيى؟ سدي الباب. دارت بلحفة، كيف سدت الباب قلعت السياره بسرعه. دارت مصدومه عنده، شنو واقع؟ مالك فين غادي يحيى؟ طريق طويل، الا بغيتي تنعسي نعسي. نوار شنو كيفاش؟ اش كتقولها يحيى؟ دار شاف فيها لقاها ورجع شاف قدامه. ديري سانتي وسكتي شويه، ما تبقيش الاحداث.
حلات فمها على قدو فيه شوية، عطات على شفايفها بغضب، رجعت دارت صمتة، شافت قدامها مربع يدها بغضب. دار شاف ديك اللقطة كيفاش دايرة، ضحك في نفسه عليها، كتبغي تسول ولكن شكون تسول، ومعها من بقات حتى كتشوف السيد خارج من الخرجة ضربات وشاد طريق لوطوغوت، جبد البواطاكون دار الشمس دارهم، عاد رجع دار عندها لقى غير حلة فما فيه. واش هذا صافا ولا الله يعلم؟ ما تديه تدلها فمها، والموت كدور حبيبة غمزها، شوفوا راه القلب اللي عندها في ديمة الله. أما الروح خلاص خرجات نهار شافته أول مرة، بقى غير ساهية ما لقات ما تقول، اش غتقول؟ رجع من يدو شعل الموسيقى وضرب خرج يدو من حامل من الزاجة غادي بمية وربعين. دورت عينيها ساكتة تتشوف هادشي فين يخرجها، كتحل عينيها على إدر الباب تسد. دورت عيني كنشوف اللوطون بلاصيا ما عرفش راسي فين، ما هي الا ثواني حتى كيتفتح الباب ديالي. كان يحيى حرك لي راسو يعني نزل، نزلت بقى مدوخه كنشوف بعيني وانا كنسلق نظارات في المكان. كان باركينج بزاف الطوموبيلات بلاصين، كاين اللي كينزلو منهم العائلات، كان بحال شي شحال شي بلاصه بحال شي ادروبو. رجعت عيني لي كان كيشوف فيه واحد النظارات اللي فعلا حسيت بقلبي تخطف معاهم. شفت شحال فيه عاد تفكرت بلي راني غضبان عليه يعني، زعما حركه لا اراديه مني قلت شفافي وعيني حتى كيضحك ديك الضحكه كيف كانت معاك، كنحس الدنيا ضحكات لي. كانوا الغمازات ديالو كيبانو من تحت اللحيه السوداء اللي متراسي على بشرته الحنطيه، عيني قويه اللي كيبريو وما كيشوفو فيا. كيفاش ما بغيتونيش نطيح؟ ما طيحش في راجل بكل قوامه، كيفاش لهذا الراجل ما نتمناش باش نكون انا ملكو وملكه ليه قلبو، انا مراته وشريكه حياته. يحيى زعما بقى مقلقه مني، شفت فيه فين جبتيني؟ يحيى جبتك البدله الوقت شويه نوال، علاه فين حنا دابا؟ يحيى في كازابلانكا. شفت فيه بعيون كتبري من صغرها كتحمق تبدل الجو في كوبينغ، ولكن للاسف والديها والتفارق اللي ما بيناتهم مخلاش تعيش كيف اي اسره، خرج عيني عمرها حلمات بها. يحيى شنو قالت انيسه نوار غتقبل بهذا الاعتذار؟ نوار يحيى واش انت عارفني باش كنحس ولا لا؟ مديتو حطهم على حناكه، ما تحتاجيش تشرحي وانا كنشوف في عينيك كلشي. ابتسمت ديك الابتسامه عيني عامري من الدموع، شاف فيها شحال بس لا على جبهتها، شبك يدو معي الدار يلا دابا دخلوا لوطيل اللي كان قد السخط، طبعا هو الدخله ديال المنتجع. في الريسبسيون كيف وقف عندهم كان ديجا عنده حاجز بسميتو، هو كيهضر وهي من موراها كتعط على شفايفها فرحه، قربت تقطع وتقول فراسها يا ربي ما يكون كنحلم. كيشد المفاتيح دار عندها، غير شافته قشع في ديك الحاله وقفات كتشوف فيه بحال شي صنم، ضحك في خاطرو على تصرفها الطفولي وجرها من يديها مشى طالع عين وصل للغرفه فتحها ودخل وهي موراها كانت مجهزه ديجا بكل شيء. نوار يحيى انا ما جبت لا حوايجي لا والو، ما لبست لا ماما لا بابا. يحيى الحوايج نخرجوا نشريهم، ماما كي خبرتها غيبقى باباك ما نخافش عليك تلقاي له شي مبرر. غمزه وخلاها غير مبهوطه، مشات دخل الحمام طاحت على ناموسيه جالسه، بلاتي بلاتي نوار انا ويحيى في عطله بوحدنا، ما تيقاش من اللي يقدر يجي شي نهار ويديني يحيى معاه لشي بلاصه نسافروا انا وياه شي بلاصه هكا بارادته. هذا كله اعتذار زعما، يا ريتني كنت غوت عليه شحال هادي. اش دار فيا خلاني كندوي بالعقل، اش غتقولي دابا؟ ما فهمت والو، واش هادشي دايرو بخاطرو؟ واش ما فيك نفس؟ واش ما عندكش كرامه؟ ولكن نتوما ما عارفينش بحق كلمه كنبغي، باش كتبغي كتمني تسمعي واخا كلمه العيب منو غير تسمعي صوتو، تبغي غير توقفي قدامه واخا تكوني ما كتعني لوالو، تبغي غير تهضري معاه وتكوني جنبه واخا بنادم عارفك ما بيناتكم والو، كنبغي غير نشم ريحتو واخا ما نحقيش، واخا ضد كلشي عاداتي وتقاليدي وديني عرضة لأي حاجة في دقلي شي كلمة كان بغي كلمة صغيرة وقليلة في حقه. من نهار شفتو أنا ليه بوحدو مستعدة نهدي كل شي نفدي بحياتي ولا تتطلب الأمر، وليت كنغار عليه من أي حاجة، من مو اللي كتعيط له ربما كل نهار وكيهضر معاه، من باه ربما اللي يقدر يكون كيجلس معاه، كنعشق التراب اللي كيمشي عليه كنعشقو. كلمة وحدة ديال العشق ولات كتحيني هكاك، بقات فرحانه حتى كيخرج من الحمام شاف فيها وتبسم، كذلك بدلت الابتسامه من اعماق قلبها. يحيى نهبطو نتغداو؟ نوار واخا. يحيى يلا
مشى هو هي غادية هو زربان وهي من موراها خرج من الغرفة. حسن تقات يحيى سبقني أنا جاية. يحيى أوكي. ثم هو غادي هابط يتخشى في الجيب اليد الأخرى فيها التليفون كيغربق فيها هابط مع الدروج حتى كيسمع الصوت اللي تصمك به على عينيه بسرعة. يحيى توحشتك بقى غير ساهل وهلا حتى كتلح عليها كتعنقو. جات نور كتجري هابطة مع الدروج باش تلمح يحيى حتى كتوقف مصدومة. كان يحيى عاطيها بالظهر شعقات كيف طلعت الأخرى راسها لات هي يديها على فمها كترهد. أي إليف بعد يحيى كيشوف فيها منطقة عقد حجبانو. اش كديري انتي هنا؟ نوار قربات له النور كتسنى ردة الفعل ديالو مخربقة ومصدومة ما فهمت والو. يحيى إيميلي سولتك اش كديري هنا؟ نوار إيميلي يحيى شكون هادي؟ إيميلي انتبهت نوار شافت فيها بصدمة. إيميلي يحيى شكون هادي كيفاش شنو كدير هنا؟ ما سولتي فيا ما شفتي واش أنا بخير؟ ما تخيلتكش غتجيني بهاد الجرأة. يحيى مهم إلا كنتي صافا غتمشي دابا. شد في يد نوار جا هابط حتى شدات في كوعو دار شاف فيها. ونوار كذلك اللي عضات على شفيفها من شافت يديها تحطو عليه. إيميلي بغيت غير تشوف واش عايش مزيان من بعد الموت ديال إليف. يحيى إليف الله يرحمها كيف شفتي الحياة ما كتوقفش عليها. دابا أنا ما جيتش باش نشغل راسي بهاد الأمور كيف شفتي. إيميلي وهي كتشوف نوار بحق أوكي باردون. تحرك يحيى جار نوار هو مزير على يدها. نوار بصح مقصحة من الشدة اللي دالها يحيى وصابرة غير كتشوف كتحاول توصف هاد المنظر ما فهمت والو. شكون هاد إيميلي؟ كيفاش قديسة مع إليف مادام هما نفس الشكل إذا راهم توأم؟ واللي فهمت هو أن إيميلي هي توأم إليف 100%. ولكن علاش عاملها بهاد الطريقة؟ أسئلة كتيرة في راسها مقدر تعرف جواب أي منها. توجهو للكافي مشى يحيى لوحد الطاولة جلسو جلسة مقابلة مع نوار وهي كتشوف فيه. أما هو حول عينيه لابيسي اللي كان حداهم تقريبا عامر بالناس حيت داك الكافي كيطلع عليه. نوار يحيى صافا وي نوار بخير ما ديرش بالك هاديك راه توأم ديال إليف. نوار وي عرفت غير منهما نفس الشكل ولكن ماشي نفس الاسم. يحيى وي جا سيرفر قضى الطلب ديالهم وصب صيد الموقف. نوار كتحك صباعها ديما فيما كتجيها هكا توتر فيما كتجي الصدفة انهم يكونوا بزوج كتدخل شي حاجة خاصة بإليف كتخسر كل شيء. كتلاحظ في ان جوارحه مازالت باينة. كتلاحظ في ان كل ما كتجبد حداه بحال اللي كتفسحي عليه جرح قديم اللي مازال مبرى. تحطت الماكلة طلع عينو فيها لقاها تاني مخمشة كتحزن من كيحزن وكتفرح من كيفرح. لاحظ ان الفرحة ديالها كتبنى عليه هو كل شيء بالنسبة لها. يحيى بغيتك تكملي داك البلا كامل. نوار كانت ساهية وقف زمن الهضر. ها مديت وضرب لها نفا بشوية ورسم ابتسامة في شفيفه. فين ساهية؟ احنا جايين دابا باش نتساو. سمعتيني ما جايينش باش نتساو. قلت ليك لا ما كملتيش داك التبصيل غنكبو ليك فوق راسك. نوار عاد هبطت عينها البلا شافتو. او ماي جاد نو بزاف ويلي حماقيتي. يحيى لا زوينة اصلا انتي ما كتعرفيش مزيان ونيت باينة من داكشي اللي عندك. نوار كيفاش؟ يحيى غمزها ما تمشيش بعيد خليك غير هنا. نهار كل وانت حاضيني. يحيى شان ديما حدا هاد الساعه من غيرك. فضلت تهبط وجهها تاكل بدات كتخشي في وجهها وحناكها كيطبقوا بالحموريه وهو كيضحك عليها. عيني كانوا كيشوفوا فيهم من بعيد وعينين كتغلي. كيف سهله لا دغيت وجهو للشوبين تشري ما تلبس هاد طوموبيلتو كثيرة. كيف خرجوا نضت حتى هي مسرعه من وراهم هزت طوموبيلتها ولحقاتهم دوزا لابيل. مارلين وحبيبة إيميلي ماما القسمة هذيك خيتي اللي ديجا قلتي لي عليها. مارلين أوف ومين طلعت لينا هذه تاني؟ المهم سمعي حبيبة يحيى كيبغي إليف ديرها في بالك سمعتي وانتي راه راكي ختك نسخة تبقى الأصل منها راه وانا وكنت كندخ فيكم أبنتي. إيميلي أوف ماما كنقول لك سيدي يمكن مسعلق فيها. مارلين يحيى كون كان نسى إليف ما يخليش الدار كيف ما هي. انا اخر مره مشيت عنده كانت الدار باغا كيف ما خلاتها بنتي إليف. إيميلي والله يرحمها. مارلين سمعي دابا سيري ورجعي راسك بحال إليف ما تنسيش اختك كيفاش كانت كتهضر وكتعامل قطعي شعرك كيف ما كانت دايره له رجعي إليف 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 سمعتيني إيميلي. إيميلي اصلا يحيى كان كيخصو يكون ديالي وهي داتو هو كان ديالي امام الزوجات وهي علاش. مارلين إيميلي
سي هاد التخربيق وديري عقلك دابا في المعقول. سمعتي اش قلت لك؟ يلا غتدي يحيى الا خدمتي عقلك وعرفتي كيفاش. اميني واخا ماما صافي مالي. يلا بنتي سيري انا معاك. هكا توالت العشيه وكان في الاوتيل عمره بالصاشيات شرات حتى اللي ما غتحتاجوش زعما كتنتقم منه. هو شاد لافه باله واخا كان فيها ما يشري هادشي كامل. هي اللي فرض عليها في الاول ان كلشي غيكون على حسابه. مشاو نيشان للشومبر ديالهم دخلوا حد داكشي ورجعوا خرجوا مشاو تعشاو. نور لاحظت ان هي بحال اللي كيحاول ينسى وكيحاول يضحك معها ويوفر لها واحد الجو ملائم اللي ربما هو عليه جا، ولكن هي كانت حاسه بالضبط باش كيحس هو في الداخل ديالو كيف لوي. هو شاف مراته تبقى الاصل محطوطه حداه، نفس الجسم نفس النظره ربما نفس الصوت. بعد العشاء رجعوا للشومبر ديالهم. كيف دخلوا نور مشات الحمام دخلات سدات بساقطه وجلسات على العشاص. دابا هو على جابني هنا زعما يكون داير فيا خير. لا لا باينة باغي يحشو مني من ديسك نوار. ما يلقى غير نوار زوينة ليلة طايب قادة لا والو ويجي ليا وعطا العاهرات غير هما نوار. فكري لا باينة معجب بيا صافي غيكون معجب بيا. لا راه كيطلع ليا المعنويات هاد الجملة. كنت كتسمع الدقان من الباب. يحيى نوار صافا ويلي ويلي السيد كيتسناني داير شنو ندير. اوف نفس ياك كتبغيه وفكيها دابا. لا لا ما عرف شنو غادي ندير. يحيى نوار نوار وي وي يحيى شنو واش صافا شي بروبليم؟ لا لا صافا هاولي حي على شوتي صافي على الشيطان تي راه عقلك مسخنيت. حيدات حوايجها ولبسات البيجامه اللي دخلت معها. كان سروال وتيشيرت ديالو في الغوز بيبي او الاسود. جمعات شعرها ديال بالجن. فتحات الباب كيف خرجات لقاتو متكيف الناموسية كيشوف الباسي. حنا طراسة سدات الباب ومشات حطات الحوايج في لافاليز ورجعت شافت فيه. كانت عينو مازالة في الباسي دلات شفايفة حيت اصلا ما داهاش فيها داك التخربيق كامل اللي من صباح وهي كتفكر منو حتى زفتة. شافت الغطا كان محطوط جنب الناموسية مشات هزاتو هزات بخدها وتمات غادا. يلا غدور حتى كتسمع فين غادا. عطات على شفايفها سد عينها ودارت عندو شاف فيها بخجل وطخات. غناس يحيى وهنا موسيقى السخط ما عجبكش نوار؟ لا لا يحيى راه ما غناكلكش غير اجي. مشات رجعات في اتجاه الناموسيه حطات داك الفراش وفرشاته دارت مخدته وهي تكب شويه. هو كان كيشوف البيسي ما كيشوفش جيتها. بقات شحال كتشوف فيه هو ملهي بحال البيسي. ربما اليوم غيكون اول مره تنعس مرتاحه اول مره غتنعس فرحه. وخا بزاف الاسئله في راسها وهي واللي عارفه انهم ما غيكون عندهم حتى معنى قدامهم. الشمس شرقات على عينيها كتحلهم كتلقاها قدام الفراش خاوي ولكن كتشم ريحته قدامها عرفاتو ناس حداها. تبسمات طلعت عينيها لقات ورقه جات الكوافوز بين تفيقيها بدات في الطريقه تلقايني في الكافيتيريا. ابتسمات ونضت حيدات على الغطا ودخلت للدوش. عندي حياة جالس في الكافيتيريا كيتسنى نوار تهبط حتى كيشوف ايميلي جالسه حداه. جلست حداه. ايميلي جود مورنين طلع عينو فيها ورجع هبطها في التالي. يحيى صباح الخير. ايميلي يحيى مالك وليتي هكا واش بسبب الموت ديال اختي؟ ايميلي فين باغا توصلي ما فهمتش ما باغيش نفهم من الاحسن. ايميلي يحيى تعارفني من الاول علاش اليف؟ ايميلي هذا الموضوع تسد هادي قبل 7 سنين غادي غتعاودي تجبديه غتحماضي. اللي بيناتنا كان سبب اختك ودابا مشات بيناتنا سلام ودابا ممكن تنوضي ما بغيتش مشاكل بسببك. ايميلي انت ما كتبغيهاش. يحيى ايميلي غتنوضي ولا غنجري لك فهاد الصباح؟ ايميلي غترجع ليها يحيى. نط كضرب رجليها ونيس مع النوضه جات نوار بقات كتشوف فيها والاخرى كذلك نظرات مكهربة بيناتهم وشحنة طبعا سالبة. نوار صباح الخير ومبتسمة هكا دوزو داك الفطور شي كيخبي على شي. اما ايميلي تمنيت مشات وفكرات ان نصيحة ما يمكن غتنفعها. من مورا الغدا رغبات نوار على انهم يهبطوا يعوموا في لابيسي اللي كاين تما. داكشي اللي كان لبسوا حوايج السباحه هبط هو الاول عاد ما تابعها بعد ما لبسات مايو بياس وحده نازل سميطات من الكتاف ولبسات معها شورت جين وكاش مايو من الفوق. هزات طربوش في يدها ونظر الشمس وهبطات. كيف دخلت لابيسي قلبت عليه بحينها قشعت غير الفوطه اللي كان هابط بها محطوطه فوق واحد الرولاكس. مشات اتجهت لتم حطت لوازمها على الطبله اللي حداهم
وتسكت على رولاكس لحداه. بعد شويه ناضت جالسه كتقلب عليه بعينها، عاد شافته بلي راه كيعوم، بقات شحال ساهيه فيه. دورت عينها كتشوف حتى البنات اللي قدامها حاطين عينهم عليه، غبشات ودلات شفيفه. مهم هو دابا معايا انا، غزه فيكم. شويه تم طالع من المسبح، عضلاتهم مفتولين مشدودين، نوار العرق اللي بقى لها صافي غيقتلو. جا شاف فيها ضحك في الداخل ديالو بينها ابتسامه. جا الفوطه من يدها عاد فاقت، بقات كترمش. ما غتعوميش نوار؟ لا ما كنعرفش نعوم. يحيى وجديده هادي. جلس في الرولاكس كينشف شعرو ويا غير كتشوف من قدامه. نوار والله حيت ما لقيت لي علمني في الصور. يحيى نوار فراسك، كنت كنتمنى شي نهار نمشي للالعاب المائيه. يحيى وين على حبيبتي بغات الالعاب المائيه؟ حلت عيني على جهده من سمعت كلمه حبيبتي. هاد الكلمه وشنو دارت فيها؟ قربها تسطى، عدت على شفيفه بخجل. يلا غتهضر حتى كطلع حتى تشوفها ديالو اللي كيتغيروا من الضحك الغضب، وكيشوف من وراها. يلا غتدور عينها تشوف حتى كيكون ناض. دورت مع عينها كانت ايميلي، او نقولو ايليف، محطوطه منزولة بنفس ستايل لبسها بنفس كل شيء. تضمات نوار على جهدها. اما يحيى كيف وصل ليها؟ جرى من يديها بجهد غادي بها وقف حتى دخل الريسبسيون. يحيى اش هادشي يا ايميلي؟ ما تفكرتيش ايليف شنو كتشوف هنا؟ يحيى شنو كتشوف؟ حطت يدها على حدكو، شنو كتشوف قولي؟ دفعها وحط يدها فوق صدر هدفها حتى كلام على الحيط. الفرق كبير بينك وبين ايليف، انتي عمرك تكوني هي واخا يكون عندكم نفس الجسم، ما غتكونوش كيف كيف، حيت إليف كتصرف بعقلها ماشي بحالك. وقفت عليهم نوار وبقات كتشوف في المنظر ديالو. نوار انتي واش ما فيك نفس؟ ايميلي شكون شرفتي وانتي اللي بقيتي لي؟ يحيى نوار يلا. ايميلي ما لقات حتى حل. شفتي ها هو قرب ليا، عندك كيسحب ليك راه كيبغيك. صافا صافا حبيبه، وعقلو غيبقى ديما مع اختي، عمرو يقول ليك. نوار بصدمه، قرب ليك؟ ايميلي ما حبيبه وبرديها على قلبك. يحيى زير على القبضه ديال ايدو، دار شافت فيه نوار عينيه مكبرين بالدموع، ورجعت دارت عندها. كدابه اليهوديه. ايميلي طلعت فيها ونزلت بشمئزاز. لا باين عليك الاسلام تينيت. جرها يحيى دون ما يسمعوا ليها، ونوار ما رضاتش، بقات كتحاول تبعد من ايدو. وقف حتى للشومبر، دخل دفعه وسد الباب. نوار قربتي لها يحيى ياك؟ جرب لي كتافه بزوج تكا على الحيط، رجعت مقابله معاه. يحيى كتثقي فيا؟ نوار صدرها كيطلع وكينزل، طاحوا منها الدموع. شافت في عيني ولتقات بعصبيه. لا بدون ما تفطن كنقرب ليها، بقات مصدوبه ما عرفات ما دير. اشرقت شمس الصباح، حلت عميناتها الاولى كتحس بثقل على كتافه ابتسمات مجرد ما عرفات شكون. دورت عينها كتشوف ناعس، هزات ايدها بشويه دوزها على الدورة اللحية ديالو، شاف فيها وقال صباح الخير. نوار ابتسامة طفولية مليها الفرح، صباح الخير انا نوار. حيت جوج كلمات بالضبط مازال ما قدرش نستوعبهم، حيت هو دابا معايا ماشي حيت انا ايليف، لا حيت انا نوار. ما عرفتهاش واش شفقة يمكن او حب او اعجاب، اللي فهمت هو كيدير هادشي بخاطرو. انا مبزز عليه والو، بامكانو يمشي او يرجع عند ايميلي، هاديك المتعجرفة اللي فقط من شفاتها شكيت واش حتى إليف كانت بحالها. يا إلهي زعما يكون بغا إليف ويا هكا؟ لا مستحيل. تمنيت يجي نهار ونتعرف على إليف ونشوفها كي دايره، باش نعرف شكون هادي، شكون هادي اللي بغا يحيا، شكون هادي اللي سرقات له قلبه، شكون هادي اللي خلاته ما يشوف حتى وحده رغم الرحيل ديالها. بغيت يجي شي نهار فقط صدفه نتلاقى مع إليف. شوقي انني نعرفها كيتزاد كل نهار مع معرفه يحيى، ربما كان غير منها او بهذا المفهوم كنحسدها. الحب كيخلينا كنديرو بزاف الحوايج خارج استطاعتنا. هادو كانوا كلماتي وانا ساهيه في الطريق. اليوم غادي بيا المنتجع المائي اللي في مدينه القنيطره، بعد ما دوزنا صباح حمر وكان لا مثيل له، ربما بالنسبه ليا احسن صباح دوزته في حياتي. عكسه هو اللي كنحس بيه مازال مشتت متشبت بعض الذكريات مع حبيبته الرحيله. يحيى فين ساهيه؟ نهار لا والو غير فرحانه، عرفتي هذا كان حلمي من كنت صغيره. والله يحيى وهانت اللي دارو دابا؟ ابتسامه عريضه جاوبات وي. دورات نظراتها ليه ساهيه فيه وصيك، شحال كانت حماقه لهذا الراجل وكتسط عليه. كنت حيا إليف تعاود تقتلها، ضربت راسها ببلاها من هاد الافكار اللي كيجيوها. ما هي الا ساعات حتى دخلوا الباركينغ، نزلوا هبط يحيى من الطوموبيل.
خد الساك اللي فيه الحوايج والفلوس اللي غيحتاجها المناور، اكتفى اسمه بالتساك وتابعه وتقدم عليها. بقات شحال كتشوف فيه، كان لابس تيشيرت في الابيض، شورت طالع على الركبه، شويه في الاسود مع نظاره الشمس، وصندالات الصباع. اما هي كانت لابسه كسي واحد الركبه وسميطات من الكتف مع صندالة ديال الصباع وطربوش ونظاره ديال الشمس. وصل لاكاس خلص يحيى ودخل لداخل. كانت الدنيا عامره شويه بحكم بنادم باقي عاد كيجي. نوار الفرحه عاميه بحكم اول مره تشوف داك المنظر. فرحانه شدوا زوج ديال لي رولاكس مع الباراسول. استفاد نوار الحوايج. اما يحيى كتفى يحيى التيشيرت من الفوق حيت ديجا الشورت العمان. نوار خاصني فين نبدل؟ يحيى راه طوالت ليا، شنو واش ما لبستيش تحت الكسوه؟ نوار حمار وخدوده نو. يحيى المهم راه طوالت القريب. هزات الصاك في يدها ومشات للتواليت. فين نعت لها كيف دخلات كانوا بزاف الملاد، شي كيعكر في المرايا، شي كيغسل في شعره، شي كيلبس حوايجو، كانوا الاغلبيه بلي دو بياس. مشات هي دخلات سدات الباب، لبست المايو بياس وحده في فتحه صغيره شويه مبينه السره ديالها، جا من الفوق سمطه وحده دايره على العنق لونو كرونا. حارت كيفاش تسد سماطي بزوج، حيت من اللون ديال الدار جا معري، غير سماطي مشدودين زوج من الدار وحده ديال العنق. خرجت زعما تقولها لوحده من البنات، صح حشمات لقاتهم عاجبهم راسهم غير كيضحكوا بيناتهم. لبست عليها الكاش مايو، جا طويلو ما كيبينش. خرجت غدا البلاصه لقات يحيى هاز في يدو التليفون، كيف وصلت طلع فيها عينيه، طلع هبط فيها تقولها ما تقولها زعما. يحيى واخا تسد لي واحد خيوط من اللور، يحيى اجي. لقات في الجلسه، جات جلسات هبطات الكاش من ظهرها وغير شاف الخيوط اللي كاين في ظهرها العاري بحال جعرتيه. شنو هو غتعومي هكا؟ نوار علاش كيفاش؟ يحيى من نيتك على هاد الحساب غير بقاي بهاد الفوقاني. نوار شنو راه ما يمكنش هذا ما كيعوش به، وراه ظهرك كامل عريان الشريفه. نوار يحيى حنا البيات الناس راهم غير دو بياس، وانا شغلي فيهم، جربي تلبسي دو بياس باش نقطعو عليك، ما تحيدي عليك هاد الزمر، رجعي المايو ديال البارح جاك زوين. نوار ما شفتوش؟ يحيى وجلسي هكاك. ربط لها الخيوط بالزربه، اما هي بقات غير مصدومه ما فهمات والو. فيه كمل طلع عليها الكاش على ظهرها، بقات ساهية. اما هو كان سالا كيتسناها تنوض السيدة، بقات جالسة حتى قرب راسو لجيت ولا وهمس غنبقاو هنا. عاد عقت براسها ما طافش كتهض على شفايفها. نوار اسمح لي راه يحيى سي با غراف الحمقى. نوار دابا انا ما غنعومش. يحيى وعومي بهذاك المالو. نوار لا واش حماقيتي، ما كيعومش بيه الناس. بلا ما تحس نهض حتى كيدوز يد من تحت فخاده ويد من تحت ظهرها وهزها حتى كتغوت. وهي يحيى شنو باغي دير؟ غبزه وهضر ما جيناش باش نجلسو. مشى طالع بها طبوغون زلقات طوال وعاني اخرتهم في لابيسين طبعا. وقف بها غير الفوق من كيهبطو. نهار تصدمات حلات فما شاده الخلعة، خصوصا من كتشوف الارض بعيد عليها شدات الدوخه. غير كنت كنضحك معاك، راه مستحيل انا نهبط من هنا. يحيى نو حبيبه غتهبطي. يحيى راه كنهضر معاك بصح ما نقدرش ولي انا من دابا شداتني الدوخه. يحيى راني نحيد لك هذا. نهار يحيى غنهبط وغنطلقك لتحت، الا ما هبطتيش غنطلع لك. شافت عينيه اللي كيهضروا سيريو، مشى هو جلس وراها كيفاش غادي دير ويمشي. بقات كتشوف فيه كيفاش هابط حتى تلح في الماء، وهي الدور عند المشرف اللي جالس تما. نوار خويا ما كيغرقوش تما ياك؟ المشرف لا راه بالقد هبطي، راه يمكن راجلك كيتسنى. بقات شحال غير كتشوفش، شحال عجباتك كلمة راجلك بل سطاتها. طلعت كتشوف ويلا خارج من لابيسين. نوار تمنيت كون كنتي بصح راجلي، شحال تمنيتها. بقات ساهية حتى بدا كيشير لها باش تهبط. خدات نفس مشات جلسات وراها المشرف كيفاش دير. نوار بلاتي بلاتي يا ربي تغفر ليا، يا ربي اشهد ان لا اله الا الله. قبل ما تكمل يحيى عشر المشرف باش يدفعها داكشي اللي دار. تلقاتها الاخيره واحد الغوطه المغرب كامل سمعها. نوار غوتات حتى طاحت في الماء، ما كتهز غير على اثر يدين يحيى بالصحه. نوار كتكح في الماء، خرجها كيموت عليها بالضحك، وهي ولات كامله كتقطر. دخل لها الماء في ودنيها ونيفها وكل شيء. نوار الماء دخل ليا لودني، حتى تصبح على النبض في اليد الاخرى. طب ديالي انخفض، لا صافي الحماق ما تلعب بالضحك وكيرطب على ظهرها. يحيى ما تخافيش ما غتحتاجيش العمليه. ضرباتو لصدرو كتبكي وفي نفس الوقت كتكحب حتى وصلوا لبلاصتهم وهي طاح على الريلاكس. نوار صافي بعد مني خاصني نرتاح، ناري خرج ليا الماء من ودني. دور راسو بلا حول ولا قوة إلا بالله وجلس حتى هو. هكا دوزو نهارهم. وصل وقت الغداء،
دوموندو على الغداء من لي ريستو اللي كاين يتم. داز النهار كله ضحك، وطبعا دمار كي الهبيله ويحيى غير كيضحك حتى قرب يسالي لابيسين. كانت بدلات حوايجها، رجعت لبسات الكسوه ديالها اللي جات بها، قال ليها بلي غير مشي عم شويه. مضت سبعه وصلت لابيسين وهي كتموت من الخلعة ديالها، خايفه تغرق. ويا شويه طلع عينيه بقات كتشوف فيه، وضرب فيها واحد الشعال عينيها. مد ليها يدو، اشارت ليه براسها يعني شنو. يحيى بغيت نطلع ريديك، بدلت له يديها وجراته حتى طلع، وقف على الحاشيه ديال لابيسين وفرمشت عين جرها من الخيصه ديالها وتم رجع من اللورا حتى تلاحو بلاش في لابيسين. ناضت كتغوت وهي تشرب في الماء حتى جرها، طلعها كيف وقفات كتعاير وتغوت على الحرجة هدا. تصمر هي نتا وكتكحكح الزبل بعد مني. ضرباتو ودفعاتو بقى كيضحك يلا غير قرب، حتى قالت واحد الجمله دون وعي خلاتو يوقف رجع يشوف بجديه. كل شيء كان كيشوف فيهم والطريقه باش كتغوت عليه وساكت. انت مريض عمرك تعالج الزبل بعد مني. دار غادي بلا ما يشوف فيها، وحتى هي بقات كتكحب شويه. طلعت عينها لقاتو مشى. نهار تفو سير يلا سير بقيتش بغيتك. مشات هزات ساكه بنرفزه، حسات من اللبسه اللي بغات. بعد ما لاحت فيه ديك الكسوه بقات غير بدو بياس وفوق منه الكاش مايو. مشات للطواليت حيدات ديك الكسوه ولبسات شورتين بحال الفخاد مع تيشيرت ابيض كيبين دو بياس اللي كانت لابسه في الاسود. لبسات الكلاكيطه ديالها تمات خرجانيت لابيسين خوها كلشي غادي بحالو. مشات لبلاصتو حتى كتلقى غير الريح. نور اويلي فين مشى هذا؟ طلعت عينها كتشوف كلشي كيخرج. مشات حتى هي خرجات وقف حدا الباب ديال لابيسين برا ما كتلقى حتى واحد. واخا مشيتي واخا والله ما تبقى فيك، انا اللي حمرانيت اللي سبعك. بقات واقفه كلشي حتى بدات تخوت الدنيا وجا عندها سيكوريتي. شي مشكل انيسه؟ نور لا خويا شكرا. مشات خارجه بقات غدا مع لاكود لابيسين، جا في البلديه لواحد المنطقه السياحيه في قنيطره فيها البحر ولي ريستوران، وبالليل كيكون لافوار زوينه وفوجه. بقات غدا مع لاكود البحر والناس البعض كيخرج من البحر حيت تقريبا بدا الجو ديال الغروب. جلست على واحد الكرسي وبقات كتلعب برجليها وعينيها عامرين بالدموع. والله الا مشاو خلاني ما فكرش حتى فيا، انا بقيت مزلوطه حتى فلوسي والتليفون بقاو في الصاك. ما حسيت غير بيد تحطات على فخدها، دارت بسرعه قلبها رجف. لقات واحد الدري زوين جالس حداها، زين مالكي وصافا؟ بعدات شويه بلا ما تجاوبو قلب حكايه طرف 200 يلا غيحط يدو مره اخرى حتى كتضرب بالجهد. طلع الدري عيني لقى يحيى واقف والهوايج ديال الدنيا مجموعين فيه. ياك لاباس اخويا شي حاطه ولا؟ دارت نوار بسرعه كتشوف يحيى. اجرو الاخير من عنقو تقابل معوجو. معلموكش الناس ما تنزلش على حوايج الناس؟ هزيتو وعطاه بحال ترفيقات خفاف على حنكو. سير من هنا قبل ما تسعر عليك سير. طلق منو ودفعو. شل نوار من يدها ونوضها يلا غيدور حتى منا ما نخافوش ولا؟ ارجع يحيى عندو بسرعه عطاه بونيه سطح على طولها مجبد في الارض. حتى شحقت نوار ساهدت على فما بيديها ورجع عندها يحيى بلا ما يهضر جارها من يديها حتى وصل للطوموبيل. فتح الباب والحاب الجاد ورجع ركب قلع بسرعة. يحيى الحق كله عليا أنيسة نوار، كله عليا اللي جاي لهنا. سكتات مع السبب مباغاش تجاوبو، دورت عينيها كتشوف الزاجة. يحيى آخر سنة لقاك جالسة مع هذا نوار. دارت عندو مع السبب ما جلستش معاه، سمعتي هو اللي جا عندي وجلس. زيدون غلط ديالك اللي مخليني تما بوحدي. ضرب في الفولو حتى خلعها. ايه عندك الحق، الخطا ديالي لا ديالي. سكتو مده الطريق كلها، قالب وجهه كلها فين كيفكر، كلها فين موجع عقلو. وصلوا للوطيل مع ديك تعود الليل. كيف دخلوا الشومبر مشى دخل يحيى للدوش، بقات نوار برا غير ساكته. هزت التليفون عيطت لبابا هضرت معاه حتى خرج من الدوش، عاد قطعت لابيل ونضت هي باش تدخل. يحيى اش غديري تاكلي؟ نوار اللي كان دخلت للدوش باش دوش. يحيى ضمود على العشاء باش يجي. ملي خرجت من الدوش جلسات فيه عام، حتى كان يحيى فاتح الباب ودخل الكارسون حط له الماكله وخرج. شات في التليفون خرجت حتى هي، كانت لابسه حوايجها بيجاما تيشيرت وشورت حد الركبه في الباج منقط بلوغوا. جلست مقابله مع قلبه وجهها زعما معصبه، بقات كتنقب اصلا الماكله ديالها كامله غير كتنقب. هزات موراها كاس العصير كتشرب فيه ونص عينها عليه. طلع حتى هو عيني فيها وشاف العصير ويطق بالزربه. صبري صبري ما تشربيش السيده، كان طاحت على الكاس اوبس شربته.
مرضت قابله قلبها خنا فرحه، مشات جلست في الناموسيه هزا التليفون بقى غير كيشوف فيها، حيت لاحظ لو العصير ديالها مختلف شويه على ديالو. نهد ورجع هو كياكل حتى سالا، عيط للسيرفر رجع جمع داكشي. كانت جالسه حتى شويه كتحس بالصهد ما فهمت والو، اما هو كان جالس مقابل معها هز البيسي في ايدو خدام، حط التليفون ويدها مرضت حيدات الخوامي على البالكون كتطلع فيها عينيها وهي كتنش على راسها دارت لعندو. يحيى الصاد لا يحيى طلع حاجه ونزل الاخر فيها، حيت كان الجو معتدل ماشي داك الصاد اللي كيقتل. بقات كتأفف وهو كيشوف فيها غاده جايه، حط الباسه من يديه وناض متجه لعندها، حط يدو على جبهتها كيقيس لها في جبهتها واش طالع لها الصاد. هي حسات بيدو تحطات كتشوف فيه، علاش انت زوين هكا؟ صغر عيني شاف فيها شويه طلعت معاه، دار ابتسامه جانبيه كيشوف فيها السيده ماشي هي هذيك. هي قلت لك ما تشربيش بعدي، دابا هادشي اللي كديري فيه غتنوي. نهار لا 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 خليني. يحيى اجي دخلي للدوش بردي على روحك. صباح صباح جديد. يحيى كيشوف فيها صباح الخير، ابتسمت براءة وردت عليه صباح. وقفت شويه حتى كيطحوا على داكشي اللي دارت البارح، بدات كتخرج في عينيها وعاق بلي تفكرات هو كيضحك. بسرعه خبات وجهها بليزر ولات حمراء، مبقاتش قادره تشوف وجهه. يحيى نودي نودي دوشي واحد الكافيتيريا غتلقيني سم يلاه باش تفطري صافي. حركت راسها بقى تبسم، ناض مشى هابطني حتى لواحد الغرفه فتحها بلا ما يدق ودخل. كانت جالسه فوق الناموسيه كيف شافته تصدمات، قرب لعندها وحنا مسكي على يديه فوق الناموسيه كضربها تاريحتو وهمس في ودنيها ما لعبتيهاش هاد المره. طلعت عينها بصدمه ووقف دار ابتسامه جانبيه ثم خارج بحالو. كان قدامها الميكاب ضربته كامل حتى تشتت في الارض. اميلي اكيد كان معها اكيد. فلاش باك عند اميلي، اميلي ماما راه اليوم ما شفتهمش كاع، يمكن صافي مشاو للمنتجع. مارلين سول عليهم في الريسبسيون، خدمي عقلك المكلخه. اميلي ماما راه ما كيشوفش فيا، ما عرفتش بحال قرب مني البارح بحال كينتقم مني وصافي. مارلين اها قرب لك المكلخه وراه كيشوف فيك اليف. اميلي لا ماما هو مورا ما قرب لي قلب اللي انت عمرك تكوني اليف. مارلين سمعي اميلي راه عندك فرصه وحده باش تشدي عندك يحيى، الا مشينا حتى خسرنا مشى كلشي، ضروري خص تحملي منه. اميلي شنو هو؟ واش عارفه راسك شنو كتقولي؟ صديتي كي غندير ليها مثلا. مارلين غتقربي ليه. اميلي واو عرفتي غيكون غادي نقول له يحيى اجي وغادي يجي، حيد هاد الفكر من راسك. مارلين اميلي ديري عقلك في راسك وعرفي كيفاش تستغلي هاد الفرصه، ديري ليه منشط جنسي في الماكله ديالو، بالينو انت اول وحده في طريقه باش يقرب ليك، راه في الاخير كيبقى راجل ما يمكنش يقاومك، اتمنى ليه بحال اليف. اميلي ماما انا راه كنبغيه ولكن واخا هكاك ما نقدرش نفرض عليه شي حاجه. مارلين ما غتفرضيش عليه اميلي، ما غتفرضيش عليه. اميلي واخا انا غنشوف كيفاش ندير ليها. مارلين هذيك هي الطريقه الوحيده، هكاك شديت باك انا كون ما عرفنيش حامله بخوك والله القسم كل حني. اميلي واخا ماما. بعد ما سولات ولقات باللي باقيين كان السيرفر غادي بالاكل ديالهم، خلات وحده تدخل لواحد الغرفه كبات المنشط في الكاس، حركته مزيان وتما تراجعه بالسربه لبيتها، لبسات وقادت راسها بقات خارجه في الكولوار ديال بيتهم ساعه وتقول واش خرج. بقات هكاك ساعات حتى طلع لها الدم وعرفت خطتها فشلات ورجعت بحالها لبيتها. رجعوا للواقع دابا، بقات غير كتغدد ما حملتش نهار ولا شنو يجي منها، وبدات كتفكر في الطريقه اللي تخليه تجيبو لعندها غير بالفن وبدون خداع. بعد ما هبطت نوال عند يحيى الكافي تغداو في جو هادئ حتى كيشوفوا اميلي نازله كيف العاده بناقصها للمشرقه. دات عند يحيى سلمت عليه وجات فما مع نوار ودات بحالها، بقات كتشوف فيها نوار شحال عاد دارت عند يحيى. يحيى شنو بينك من هاد خيتي؟ على حاجه بنص الاخر شاد سؤال نوار. يحيى ما تخبيش عليها راه ما يمكنش السيده كل نهار مزوقه غير باش تشوفك، كتبانو بحال اللي ديجا كتعرف بعضكم مزيان، ماشي غير معرفه انها اخت مراتك الله يرحمها. يحيى داكشي فات على نوار ما كاينلاش نبحثو عليه وصافي. نوار يحيى الا ساليتي الله نوضو. بقات كتشوف فيه اما هو ناضو في نفس الوقت ساكت وكيفكر، عاد حكو من الداخل كيتسناها تنوض حتى لحقت عليه. مشاو داك النهار تسالاو في كازا حاولوا ينساو كاع اللي بيناتهم، تغداو برا ما رجعوا للوطيل حتى العيا. دخلوا مشات نوار كتقلب في الفاليز ديالها
ويحيى كان كيهضر مع شي حد من الخدامه في التليفون حتى سالها ودار عندها تاكلي شي حاجه. نوار اللام فيا تنشعل. يحيى مالكي؟ دارت عنده بعصبيه. ما نعرفها يحيى، بغيت نعرف ديك ايميلي علاش كتبقى دير فيك داك الشوفات باينه فيها. ما باينه كتبغيك، باينه العور ما تكذبش، واللي زاد انت ما باغيش تعاود لي. يحيى زير على التليفون بعصبيه وهضر ببروده. مزيان من ترتاحي ونهضر معاك ديك الساعه. مشى خرج زدح موراه الباب، شاف في الباب من موراه وهي تهض على شفايفها. تفوهوا عليك نوار، ضروري ما كتخسريها في اخر لحظه، ضروري في اخر نهار ما كتخسري كل شيء. ها هو مشى دابا يمشي عندها، اكيد ضيعيه، ضيعي من ايديك.